السلام عليكم هزول فلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في، وكذلك جي اس كا اخبار التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد، وكل ما هو جديد على اخبار شبيبه القبائل. يعني حصريا راح نعطيكم تسمعوا اخر تصريحات ما قاله مساعد المدرب، يعني لاسات، يعني مساعد مدرب بوزيدي. صراحه يعني كانت مباراه ضعيفه جدا ومستوى ضعيف قدمته واداء ضعيف قدمه شبيبة القبائل وفريق شبيبة القبائل، سواء كان الخطأ من اللاعبين وكذلك المدرب يوسف بوزيدي الذي لا يمتلك يعني أي خطأ، فقط كان يعني صراحة ما قدرتش الإنسان يعبر على الشعور تاعو، ما هو الخلل، ما هو المشكلة. راح نخليو لكم تصريحات مساعد المدرب لاسات وماذا تكلم عن خسارة شبيبة القبائل، ونوليو لكم إن شاء الله. ديروا لايك وخليونا الآراء تاعكم في التعليقات. كما يقولوا الكره الصغيره مقابله، اذا شفنا الماتش القبل حنا نستعمل نفوت ولا على الاقل نتعادل. الشوط الثاني كان مغاير شويه، ما كناش كيما الشوط الاول، ولكن هذه بدايه الموسم عندنا نعرفوا ديريك راجا من دارو بالوقت، راه كنا غادي نديروا النتيجه، ولكن الموضوع تاعنا في الشوط الاول ما كانش يشبه ولا اكثر من الشوط الثاني. الشوط الثاني خلينا كنشوف التصور، عاودوا لي الحيله ديال الكره الطويله وشي كيما يساعدناش. في الشوط الاول يعني درنا كيما نقولوا كتله شويه متقدمه، مغيره الميديوم، وكنا نلعبوا في الخط، ممكن نحبوا نلعبوا في الخط، درنا عندنا فرص كثيره من حيث الجنب عاليه ومواكب وصبور في مصوبه، وخلصنا مقابلنا في الشوط الاول بديك النتيجه. الشوط الثاني نقول بلي بدينا المقابله بعد ضربه الجزاء، لان ما نشوفش من بعيد ولكن من بعد حسب المشكل تاعنا وحسب المقصد تاعنا ضربه الجزاء على شكل خلاص. كيف ما دار يبقى حاكم يشوف ولا يفعل ولا ما شفتش الخدمه، ولكن بعد تقارير حكم عند الجسم تاعنا هذوك تجري في مع فريق خشنا في الملعب تاعو فريق قوي تجري على النتيجه، حيكون صعوبات ولا حيكون تمركز. يعني اذا تحكي تحكي الكره وتروح قدام تخلي موراك لي سباس في الملعب، رغم هذا فعندنا نتعبوا، ولكن بكل صراحه كنا ما كناش نلعبوا كيما شفتوا، تسرعنا شويه بعد ما سجلوا خشنا نلعبوا في الكره الطويله اللي ما تجيب حتى فايده. كيما تكلموا كيما لاعبين نادوهم كيما نقولوا كونفيتو مش يلعبوا الكره، بعض الحكام تاعنا بعض الاحيان ما نجحناش، ولكن بكل صراحه الكره في الشوط الثاني ما تحكمناش في الامور كثير من الشوط. زيد على هذا الامر ضربه جزاء لفريق شبيبه القبائل دايما حسب الطريقه تاع المسلم تاع الفيديو، ولكن هذه كما نقول كره قدم. انا ما نكذبش على نفسنا، حنا مازلنا على الانشطه لعبنا مقابل نظم من ناحيه النتيجه ماهيش مرضيه، ولكن من ناحيه اللعب نظم اللي خدم زوج مقابل اللي فاتوا. كان مع فريق خشنا فريق خشنا فريق اليوم بصراحه، اذا شفنا الشوط الاول كنا على الاقل يمتعد ولا فوز، الشوط الثاني سال كل كما نقول روح الرياضيه الفوز، وانا اليوم على الفوز، وانا ان شاء الله مازال مقابله كبيره، هذه بدايه السنه ان شاء الله نصحح الاخطاء نديروا كلمه ليماج وفي الوقت ان شاء الله نحكم الشيء اللي حبيت.